بمناسبه هنا فوز النادي الاهلي بالبطوله، بطوله الدوري المره 42، هنتكلم في النوستالجيا الرياضه عن تاريخ النادي العريق، وسبب كمان هنا تسميته بالاهلي، وايه علاقه الزعيم مصطفى كامل باختيار الاسم كمان اللي بيشير الى هنا ان النادي الاهلي لم يكن فقط نادي رياضي يا جماعه، بل نادي وطني وسياسي ايضا لكل المصريين. فكره هنا انشاء النادي بترجع لعمر لطفي باشا اللي كان بيرأس ما يعرف بنادي طلبه المدارس العليا، واللي تاسس في 8 ديسمبر، ده كان 1905. عرف عن هذا النادي رفضه للاحتلال الإنجليزي لمصر، وجد هنا عمر لطفي باشا أن الطلبة في حاجة لنادي رياضي لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية من خلاله. كان من أصدقاء لطفي باشا المقربين الزعيم مصطفى كامل اللي اتحمس جدا بدوره للفكرة بمجرد عرضها عليه، وهنا كون نادي يكون هنا نادي الطلبة كمان ليه دور سياسي كبير، كان واضح فكروا في اختيار اسم الأهلي لما تشير إليه بقى هذه الكلمة من صفة الوطنية. كانت التسمية النادي الأهلي للرياضة البدنية، واللي تغير فيما بعد عشان يعرف باسم النادي الأهلي الرياضي. لما تأسس هنا النادي الأهلي في أوائل القرن العشرين، كان بذلك أول نادي رياضي في مصر. تم افتتاح النادي للجمهور، ده كان يوم 26 فبراير عام 1909. في عام بقى 1924 حصل حاجة يعني مهمة جدا في تاريخ بصراحة النادي، انعقدت الجمعية العمومية للنادي في 4 يناير، ده عام 1924، واتخذت هنا قرار أو اتخذ قرار بقصر عضوية النادي على المصريين فقط وإلغاء أي عضويات أجنبية، يعني بقى مصري أو محلي 100%. نادي وطني 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 100%. يعني الاختلاف. طب كمان يعتبر النادي الأهلي هو أول نادي بيتم وضعه تحت الرعاية الملكية. يوم 8 يناير سنة 1929 تلقى رئيس النادي في ذلك الوقت جعفر ولي باشا مرسوم ملكي بأن الملك فؤاد الأول قرر أنه هيضع النادي تحت رعايته، وأصبح منذ ذلك اليوم النادي الأهلي دايما بيتكتب بعد اسمه مباشرة عبارة تحت رعاية صاحب الجلالة ملك مصر. وصمم شعار النادي محمد شريف باشا صبري عضو النادي وخال الملك فاروق، وكان الشعار بيزينه التاج الملكي ليصبح رسميا النادي الملكي المصري. في عام 1934 بدأت الإذاعة المصرية في أن هي تنقل مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة، كانت طبعا حاجة جديدة جدا وقتها، وكان النادي الأهلي بيتقاضى مبلغ من المال نظير نقل المباراة. وفي عام 1945 تم إنشاء حمام السباحة في النادي، واللي طبعا كان بيعد في ذلك الوقت مشروع ضخم وعملاق جدا، تكلف يعني جهد ووقت ومال وفير. وسنة 1947 تم إنشاء ملاعب للإسكواش للمرة الأولى. كمان خليني أقول لحضراتكم السيدة أم كلثوم يعني كانت نجمة حفلات النادي بلا منازع، ده كان في فترة الأربعينيات والخمسينيات تحديدا. ملك فاروق كان بيشرف أو يعني كان بيحب جدا أن هو يحضر تلك الحفلات، وخلال كمان إحدى الحفلات دي تحديدا في حفلة عيد الفطر المبارك اللي كانت عام 1946، أنعم الملك هنا على سيدة الغناء العربي بوسام الكمال. نقدر نقول كمان أن النادي الأهلي ده ليه كان دور بارز في العمل الخيري في الجزئية بقى اللي جاية، كان كثيرا ما بيتبرع بإيرادات هنا حفلاته على الرغم من حاجته ليها وقتها، بس كان بيتبرع بيها لصالح الجمعيات الخيرية، مثل هنا مشروع يوم المستشفيات اللي كان عام 1943. احنا بنتكلم على صفحة من صفحات كتاب التاريخ المصري على فكرة، بالمعنى الحرفي والله انت العظيم. انت بتتكلم عن مدرسة، مش بس مدرسة يعني متفوقة في كرة القدم، لا انت بتتكلم عن المستوى الانساني طبعا، وعلى كمان يعني المستوى المجتمعي والوطني. فانا شايفة ان هو فعلا يستحق ان احنا نتكلم هنا يعني ان هو نادي الاخلاق او نادي القرن بلا منازع.